النهارده هنحتفل مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر بذكرى ميلاد الفنان الجميل الراحل ابراهيم نصر، صاحب الكاميرا الخفيه واللي قدم عدد كبير من الاعمال الفنيه هتفضل علامه في تاريخ السينما المصريه. ابراهيم نصر واحد من ابرز طبعا نجوم الكوميديا اللي عملها بشكل مختلف، وساهم طبعا انه يطور برامج المقالب لغايه ما بقى رمز كده لشهر رمضان في برامج المقالب بنستناه. انا جاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد. طبعا اللي الجمهور بيبقى حابب كل سنه يعرف فكره برنامجه الجديد عشان يستمتع بيه ويستمتع بالافيهات اللي بيقدمها بيبقى مستنيها كل سنه. احنا النهارده في صباح الخير يا مصر بنحتفل بذكرى ميلاده، تعالوا مع بعض نتابع. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير إبراهيم نصر الذي ولد في مثل هذا اليوم 18 من أغسطس عام 1946 بحي شبرا في القاهرة، وحصل على ليسانس الأداب عام 1972 وحقق شهرة واسعة في المجال الفني. بدأ حياته بتقليد النجوم ثم انتقل للتمثيل في المسرح والسينما والتلفزيون، لكن شهرته الكبرى جاءت من خلال برنامج الكاميرا الخفية الذي قدمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة بشخصية زكية زكريا التي لاقت نجاحاً هائلاً. وحداني الوحد الله يرحمك يا فريد، كان يقول وحداني هعيش كده وحداني. دخل إبراهيم نصر عالم التمثيل بالصدفة بعد لقائه بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذي اقترح عليه التمثيل في برنامج عزيزي المشاهد مع الراحلة أماني ناشد. هذا الظهور كان نقطة التحول في مسيرته الفنية، حيث حقق نجاحاً كبيراً لم يكن يتوقعه. من أبرز أعماله الفنية كان تجسيده لشخصية الفنان الكبير حسين رياض في مسلسل تلفزيوني يروي قصة حياته الشخصية والفنية، وكان يرى حسين رياض من أفضل الفنانين الذين جسدوا شخصية الأب الحنون في السينما المصرية، واعتبر نفسه جزءاً من مدرسته الفنية. قدم إبراهيم نصر العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، كما قدم أعمالاً درامية مميزة. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، أنا متعكنن، أنا متحصر، جاي بعزي بنتك سامية، يا أحسن واحدة بتعمل بامية. مين في المكتب مش متأثر؟ حتى المج بتاعك اتكسر. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر. توفي الفنان إبراهيم نصر في 12 من مايو عام 2020 عن عمر ناهز 70 عاماً بعد صراع مع المرض، لتبقى أعماله خالدة في قلوب محبيه.